الأمسية في إطار احتفالات باليوم الاحتفالات باليوم العالمي للشعر، وفي الوقت نفسه في إطار انفتاح المؤسسة أو جمعية مهرجان مراكش الدولي للشعر على المؤسسة التربوية. استضفنا في هذه الأمسية الشاعر عبد الله القرني والشاعر أحمد المتصدق، في حين تعطر لظروف صحية حضور الشاعرة بهية المعتضد بالله، ونتمنى لها الشفاء العاجل. مما حاولنا أن ندرجه في فقرات هذه الأمسية هو مداخلات نقدية للتلاميذ، بحيث تكلف 4 تلاميذ بقراءة نقدية لديوان كل شاعر من الشاعرين الحاضرين، وهذا إن شئنا القول جديد في إطار الأمسيات الشعرية بمشاركة التلاميذ، بحيث يشاركون غالبا بنصوص إبداعية، ولكن هذه المرة فإننا سعينا من أجل خلق تلميذ ناقد على صعيد المؤسسة التربوية، وهو ما مدحه الشاعران عبد الله القرني والشاعر أحمد المتصدق، ولا سيما وأن القراءات النقدية تمت أمامهما. إذا كانت جائحة كورونا قد هيمنت واستحوذت على أجواء الأنشطة الثقافية، فإن جمعية مهرجان مراكش الدولي للشعر وبشراكة مع ثانوية الكتبية حاولت أن تكسر نمطية ما نعيشه في ظل إفرازات الجائحة. ففي الوقت نفسه كان هناك أخذ للتدابير الاحترازية، مما جعل الأمسية غنية سواء على مستوى النقدي أو على مستوى الإبداع، وفي الوقت نفسه على مستوى الموسيقى، بحيث كانت هناك فقرات موسيقية ووصلات موسيقية من طرف الفنان والمبدع الأستاذ زكريا القرقوري. وشكرا. اليوم حضرنا في واحد الأمسية شعرية عملية مختبرية، لأنها جمعت بين الشاعرين، كاين عبدو ربيه وكاين الاستاذ متصدق سي احمد، وكاينين طلبه ديال السنه السابعه يعني طلبه البكالوريا، وفعلا لقينا قصائد، وسبق للاستاذ سعيد ان زود التلميذات والتلاميذ ببعض القصائد يعني قبل الامسيه منذ مده من دواوين الشاعرين، وفعلا قام التلاميذ بدراسه القصائد وانجزوا بحثا حول كل قصيده، وتمت مناقشتها بطريقه علميه رصينه تحت تطير الاساتذه، وكانت في الحقيقه امسيه ناجحه. وبهذه المناسبه ومن هذا المنظر ادعو رغم الجائحه، لان المنظمين قاموا بالاجراءات الاحترازيه اللازمه، والجائحه لم تمنع من انجاح هذه التظاهرة. بالفعل من هذا المنبر أقول أنادي جميع المؤسسات التعليمية لخوض هذه التجربة بإحضار مبدعين مباشرة أمام التلاميذ أو الطلاب، قصد الإدلاء بدلوهم حول المنتوج الإبداعي للشاعر أو للأديب أو للمؤلف. لماذا؟ لأن هذه الطريقة تمكن الطالب من معرفة مكامن القصيدة وما يريد الشاعر قوله ومناقشته وطرح عدة أسئلة، وكل ذلك يؤدي إلى فتح نقاش أكاديمي دقيق ومدروس، سواء من حيث المدارس الأدبية والمدارس الشعرية وأغراض الشعر ودور الشعر ويعني وتقييمه. هذا كله عمل أظن بأنه يؤدي إلى نتيجة ويجعل التلميذ مؤهلا وقادرا على
تحليل النصوص تحليلا أكاديميا صحيحا، ويؤدي كذلك إلى زرع محبة الأداب والإبداع في نفوس الناشئة، لأن بدون أداب وبدون شعر سوف يختلف ويختفي الذوق السليم، وسوف يعني لا نكون أمام مجتمع محصن أدبيا وعلميا له صور وله جمالية وله استراتيجية وله يعني انتظارات ملموسة ومحسوبة حتى نكون أمام جيل ناجح إن شاء الله. شكرا للقناة ديالكم على المتابعة ديال هذا النشاط الذي تم اليوم بثانوية الكتبية التأهيلية. توصلنا بدعوة من جمعية مهرجان مراكش الدولي للشعر، ومبادرة جيدة أن ينزل المثقف وأن ينزل المهتم بالأدب بشكل عام إلى الناشئة وإلى الميدان ليساهم من خلال إبداعاته في ترقية الذوق العام للناشئة للشباب وخصوصا فئة التلاميذ. هذه المبادرة التي جاءت، هذه الأمسية التي نظمتها الجمعية، جاءت في هذا الإطار أن انخراط المثقفين والأدباء والشعراء في هذا المجال التكويني التأطيري للشباب. فأشكر بالخصوص الجمعية لهذه المبادرة وأحييها عليه. طبعا الشعر له دور كبير في الرقي بالذوق العام، ولكن بالنسبة للتلاميذ فهو كذلك جاء في واحد الإطار ديال شعبتين، البكالوريا علوم أداب والبكالوريا علوم إنسانية، من خلال المقرر المنصوص عليه في المقرر ديال التلاميذ، فنظروا ورأوا وساهموا بشكل مباشر في قراءة نقدية لنصوص هاد الشاعرين اللي كانوا اليوم اللي كانوا مدعوين. فمبادرة جيدة وأحيي الجمعية من جديد، وإن شاء الله لمبادرة أخرى ولتفاعل آخر مع التلاميذ ومع الناشئة في موضوع جمالية الشعر، وفي موضوع المبتغى ديالو الرقي بالذوق العام ديال الناشئة. شكرا. باسم الثانوية وكمنسقة الحياة المدرسية، نشاط اليوم الثاني من أبريل سنة 2011 كان نشاطا في إطار تنظيم أمسية شعرية للشعر الحديث بحضور الشاعر المتميز عبد الله القرني والشاعر الخالص والصادق في إحساسه الأستاذ أحمد المتصدق. رؤيتنا كمنسقة للحياة المدرسية لنشاط اليوم كان في إطار تدريب التلاميذ على قراءة لقصائد من المفروض أن مواضيعها يمكن أن يصادفونها في الامتحان الوطني. تلامذتنا تمكن من تقديم يعني قراءة بشهادة السادة الشعراء وبشهادة السادة الأساتذة في المستوى، وبالتالي نعتبره تدريبا ناجحا بكل المقاييس. إضافة إلى هذا النمط التربوي الذي اخترناه كمؤسسة، الأمسية تخللها أيضا قراءة لشعر الأستاذ الدكتور عبد الله القرني وكذلك الدكتور أحمد المتصدق من طرف الأستاذ سعيد التقراوي رئيس جمعية المهرجان الدولي للشعر. حضور تلامذة الثانية بكالوريا أدب كان حضورا لاكتساب التجربة وكذلك لاكتساب مجموعة من الكفايات والقدرات الخاصة باللغة أو مادة اللغة العربية. أشير دائما إلى أن النشاط كان في إطار احترام الإجراءات الاحترازية من حيث العدد وكذلك من حيث جميع الإجراءات الوقائية التي يجب أن نتخذها في مثل هذه الأنشطة، وشكرا لكم. تلقينا اليوم دعوة من أستاذنا العزيز سعيد قراوي
في مؤسسة الكتبية، وقد قمنا يعني بأمسية شعرية بسيطة رائعة بحضور كل من أعلام الشعر المغربي عبد الله الكراني وأحمد المتصدق، اللذان زادا رونقا لهذه الأمسية الرائعة، وقمنا يعني بمداخلات بسيطة سطحية لكل من ديوانهما أوراق في الظل وديوان شاعرنا أحمد شاعرنا عبد الله الكراني، الذي في الحقيقة قد أعجبنا كثيرا بسطوره الرائعة المزخرفة بأبهى الكلمات، وأيضا شاعرنا الآخر. وفي الحقيقة نريد أن نشكر شكرا مرة ثانية لجميع أساتذة مؤسستنا الكتبية وأيضا أستاذنا العزيز سعيد تقراوي.